تحضير كل حلقة من حلقات تفاعلكم بياخذ مننا الكثير من الجهد عشان نقدم لكم الأفضل دائما. وفي رمضان الجهد السنة هذه كان مضاعف، خصوصا أنه أطلينا عليكم لمدة ساعة يوميا بدل نص ساعة. في المقطع القادم سمحنا لنفسنا كده نهني نفسنا على الموسم ونشكر نفسنا كمان على المجهود، ونوريكم بالمرة جزء من كواليس العمل على الحلقات. دبسة جرام كيو زي ده للستوري هاي كمان شيء مختلف، او قلنا لازم كان هذا الشغل نجاح العمل.